أهلا بكم من جديد. نظم حزب مستقبل الوطن مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ. شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات الحزب والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة. احنا كلنا لازم نرد الجميل لفخامة الرئيس وننزل بأكبر عدد ممكن للانتخابات إن شاء الله. عايزين نحشد الشعب كله للوقوف خلف القيادة السياسية ورد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي. الأهالي اجتمعت عشان خاطر كلها تحضر بسعادة عشان تبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقول إن احنا كلنا هنطلع من بكرة أبينا، وإن شاء الله إن خدمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت لكل نجوع محافظة كفر الشيخ، مش بس كفر الشيخ هي جزء من محافظات مصر. فإحنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. في وسط هذا الحشد الكبير بنأيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية من أجل أمان مصر والحفاظ عليها وعدم تدخل أي قوات خارجية تحاول إفساد هذا الوطن. موجودين هنا النهاردة علشان ندعم الرئيس، لأن احنا شايفين الإنجازات اللي حصلت على أرض الواقع من الفلاحين ومن كل في جميع المجالات طبعا، ودي حاجة مش عايزة حد يوضحها، هي واضحة للجميع. احنا كلنا بندعم سيادة الرئيس، بنقف خلفه ونقول له وبنوصل رسالة للعالم كله ان احنا معاك عشان التنمية وعشان وقوف حضرتك خلف القضية الفلسطينية. احنا كلنا بنرعى القضية الفلسطينية وعارفين كل المقدرات اللي حضرتك بتعملها عشان تدخل مساعدات لغزة.